اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم مثل في شكل. المثل اللي جبت لكم في هذه الحلقه كيقول اجي امي نوريك دار خوالي. بغيتي تعرفوا شنو اللغات او اللهجات اللي يمكن المواطن المغربي يترجموا بها هذا المثل؟ ايوا اجيو معايا. اش اخبارك؟ صافي الحمد لله. امورك هانيه؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. وكتبان لي لاباس شي سوق دخل على داك الصيف. وي يا خويا الصاد دخل قبل الوقت. انت النظر في الشتا انت دابا ولا ديال داك العام النظر؟ لا ديال داك العام. مثلا هذه الحلقه كيقول اجي امي وفيك دار خوالي. شنو فهمتي من هذا المثل؟ المثل ان الام هي اهم حاجه ودائما هي مصدر النصيحه وخاصنا نسمعوا ليها وما نطاولوش على النصائح ديالها. شنو فهمتي من هذا المثل؟ شي واحد اللي باغي يوريك باغي هو يعيق عليك باغي يدير ديك الفهانات ديالو وانت انت ديجا عارف انت ديال داك الشيء عارف. اجي امي نوريك دار خوالي. اجي امي اجي الوالده نوريك دار خوالي يعني عندها معاني كثيره. المعنى هو ديال ان الدري الصغير ملي كيبغي يكبر ويحس براسو انه راه ناضج وهادي تيولي هو باغي يوري لمو دار خواله وهي راه خوتها جايه من عندهم هي راه جايه من عندهم ولا كيبغي كيدير راسو انه راه رشاد وكبار وترجل كيولي هو كثر يقدر ينعت ديالو كثر البهامه ديالو تيولي كيولي بغي ينعت لمو وباه هو يوريهم اش يديروا في الحياه. تبارك الله. انه هو بانه هو اللي والدينه كيقول هو اللي والدهم. كيقول لك المثال اجي امي نورك دار هو امك نورمالمون عارفه دار خوالك هي ما عرفاش نهار الامي جات لا تعرف دار خوالك ولا كتنعتها؟ لا لا كنعرفها كنعرف. اجي امي نوريك باب اش غتوريها؟ دار خالي. تبارك الله عليك. شنو فهمتي من هذا المثل؟ كنفهم بانه كاع دوك الامثله الاولين سبحان الله كتكون فيهم شي حكمه ولا شي حاجه كاينه. اجي امي نوريك دار خوالي. تبارك الله عليك. شنو فهمتي من هذا المثل؟ صراحه كنسمع غير جداتي كتقولو ما عرفتش من المعنى ديالو. واخا هذا المثل هذا قلت لك ترجمو ليه بشي لغه اخرى ولا لهجه اخرى باش يمكن لك ترجمو ليه. نقدر اللغه اللي غنترجم بها ما يقدر يفهمها حتى شي واحد هي الزانت اللي في غزان. تفضل نسمع هذه اللغه. هذه اللغه هذه ما باقا ما كايناش. عندك انت؟ عندي غير انا وكاين باب البسط. واخا ترجمها ليا. اجي يا والديا اجي امي نوريك دار خوالي. اجي امي نوريك دار خوالي. نوريك بالشلحه. تفضل. اش كي داير لنا هذا من اختي كمي خوالي. بالشلحه. تفضل. اش كي داير لنا هذاك وريغ هذاك اش كي داير لنا هذاك النيغ ماني تكا تيقمي خالي. لكن احسن من اللهجه المغربيه لان هي التراث المغربي او الامثال الشعبيه كتبقى عندها اصالتها وعندها التراث ديالها وانا اهم حاجه عندي انها تبقى على صيغتها. تبغي تترجم؟ لا ما نبغيش نترجم. علاش؟ بغي نحتفظ على اصالتها لان التراث الشعبي هو الصوره للثقافه المغربيه. تفضل. نقولها مثلا تعالي يا امه ان اريكي دار خالتي. لكن دار كاين دار دور الى اخره. اللغه العربيه فيها معاني كثيره. انا ما he told me that he want to show me that where is my mother's house. My mother's house. My mother's house. تبارك الله عليك. نارك واش رايك في اليد ديالك كيتسندك؟ كما تو شو يو ماي انكل هاوس. تبارك الله عليك. ميرسي. باش بغيتي بالطاليانيه بالفرنسيه بالعربيه؟ يلا فرنسيه والطاليانيه. مامون فيان جو تو فواغ لي ميزون دي مونتونت ولا والطاليانيه؟ الطاليانيه ميا مادري فياني تي فاتشو في ديري لا كازا دي مي طانت او تبتيني بلا كازا. ماما فياني تي فاتشو في ديري لا كازا دي مي طانت. كل كوتشو بخير. ايوا سيدنا كيف تابعتوا معنا هادو هما اللغات او اللهجات اللي ترجموا بها المواطن المغربي؟ مثلا هاد الحلقه اللي كان كيقول اجي امي نوريك دار خوالي. بهكذا ما بقى لي غير نقول لكم حقنا وصلت نهايتها. تلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده مع مثل جديد. تبقاو على خير.